دكتور وجدي، لو لحضرتك تعليق على وتعقيب في القصه دي، قصه الحفاظ على القوام، الراجل قال فتوح وصبحي، وتعقيب حضرتك برضو على ان زيزو خلاص وضح في بيان عبر حساباته الشخصيه على السوشيال ميديا انه عايز نادي الزمالك وهدفه الاول هو البقاء مع نادي الزمالك. بص، خلينا ما نضحكش على بعض يا استاذ احمد في المساله دي، يعني ونقعد نجري ونقول احنا هنجيب صفقات. يعني انا عندي ازمه ماليه، هجيب صفقات ازاي؟ خلينا نتكلم يعني بمنتهى الشفافيه والوضوح، وده مش يعني برضو لازم الجمهور نادي الزمالك جمهور يعني واعي وفطن وذكي وعنده رؤيه صحيحه. يعني احنا بنعاني، نادي الزمالك بيعاني من ازمه ماليه. طب انا هروح اشتري ازاي؟ في لعيبه يعني لحد دلوقتي ما خدتش مستحقاتها زي ما الاستاذ منتصر بيقول. طيب انا يعني ايهم اولى، ان انا هدي دول مستحقاتهم ولا اروح اشتري صفقات جديده؟ الحاجه الثانيه اسوريو نفسه حسمها، هو مش عايز حاجه، عايز احافظ، عايز احافظ على الكيان الموجود والفرقه بتاعته الموجوده دي، يعني وحدد هو مطالبه عايز ايه، مش هيستغنى عن حد، مش عايز خلاص الراجل حدد الملامح اللي هو عايز يشتغل بيها وخلاص. فاحنا ما نضحكش على نفسنا بقى ونقعد نقول هنجيب صفقات. طب ازاي هتيجي صفقات في ظل هذا الوضع الراهن وانت مكبل بأزمة مالية؟ الأزمة المالية دي شيء خطير جدا، هي اللي بيجيب الصفقات واللي هي. طب انت عندك لسه ناس ما عايزة مستحقاتها، الناس اللي عايزة مستحقاتها دي يعني انت ايهم اولى؟ وزي ما هو الاستاذ منتصر قال دلوقتي، قال جملة خطيرة جدا، قال يعني انا راح اشتري صفقات وهدفع فيها فلوس وعندي الناس التانية اللي موجودة معايا في قوام الفرقة دي محتاجة الفلوس دي يعني؟ لا بالعكس، انا المفروض اريح الناس دي يعني واديها مستحقاتها ويبقى في نوع من انواع الرضا النفسي علشان الامور تبقى مظبوطه. وده اللي اسوريو قاله، يعني اسوريو قال يعني الراجل مش عايز حاجه. فاحنا بقى مش عايزين نجري بقى ورا بعض بقى الايه الناس اللي هي بتحاول تثير الفتنه في مثل هذه الامور، ولازم يبقى في صفقات طيب يعني صفقات، انا اجيب صفقات منين وانا ما عنديش فلوس اصلا، وانا عندي ازمه ماليه طاحنه، وانا محتاج لو في فلوس يبقى نحل بيها ازمه القيد، نحل بيها مستحقات اللاعبين الموجوده وكل الحاجات دي كلها. سؤالي كان واضح لحضرتك يا دكتور وجدي، انك شايف ازاي ان الراجل هو عايز، انا عايز فتوح يكمل وصبحي كمان، ما اتكلمتش في صفقات تمام، وزيزو برضو موقفه كان ايجابي جدا لحد الان. بصراحه موقف زيزو ايجابي جدا جدا، وسوري قال ان هو عايز فتوح والراجل خلاص ده مساله منتهيه بالنسبه لزيزو، خلاص انتهت المساله، وزيزو يعني متمسك بالزمالك، وده شيء يعني رائع وشيء يعني يستحق الاشاده عليه. الراجل عنده مازال انتمائه للنادي وشايف ظروف النادي والاخره ومتمسك بالبقاء، وبالتالي ما فيش حد هيمشي. فاذا المساله باختصار شديد جدا، احنا ما نقعدش بقى نلعب في حاجات تثير القلق والفتنه والاخره. وانا متاكد يعني وعندي يقين كامل ان جمهور الزمالك بيعها هذه المساله كويس جدا، هو فاهم الحدوته كلها. احنا عندك قوام الفريق كويس، وهو وخلاص بدا في تناغم فعلا، وبدا سوريو يفهم اللعيبه كويس قوي، وهم بداوا يفهموه كويس قوي. يعني الفتره اللي فاتت دي يعني خلي بالك يعني ايه، برضو سوريو اول ما جه كان جاي في وضع صعب، الوضع الصعب ده اعتقد دلوقتي تلاشى وبتلاشى تدريجيا، ان شاء الله اللي جاي هيكون افضل، واعتقد الموسم اللي جاي هيكون افضل ان شاء الله للزمالك.